نروح بقى للأخبار العالمية، وهنبدأ من ابن مصر الكابتن محمد صلاح، العالمي محمد صلاح. يعني محمد صلاح بيصل للهدف رقم 30 في مسيرته. محمد صلاح صحيح يعني إن هو بيدينا أمل كبير جدا، لكنه الراجل كل شوية بيكسر أرقامه هو. يعني محمد صلاح بيواصل مشواره الأسطوري مع كرة القدم الحقيقي، ويسجل هدف في مرمى ولفرهامبتون، ويرفع رصيده من الأهداف في مشواره الاحترافي مع الأندية والمنتخبات لرصيد 300 هدف. 300 هدف ده للاعب مصري او عربي، ده مش رقم سهل الحقيقه يعني. ويعني احنا كل شويه بنقول ان الموضوع صعب وازاي هو بيوصل للحاجات دي، لكن محمد صلاح احنا منتظرين منه ان هو بيكسر ارقامه هو دلوقتي يعني، ولسه منتظرين منه اكتر. يعني هو 32 سنه، يعني محمد صلاح اصبح دلوقتي بيتنافس مع نفسه في كسر الارقام العربيه والافريقيه في الكوره العالميه. محمد صلاح نموذج ملهم الحقيقه ورائع، ويمكن هو اهم شيء في الرياضة المصرية دلوقتي هو محمد صلاح. لا ولسه ما كملش 32 سنة يعني. إيه انت سقف طموحاتك واحلامك كلها، الراجل ده وصل لها وبيدينا امل في اللي بعد كده. كل ما نقول وصل للي ما كناش بنحلم بيه نلاقيه بيقدم اكتر واكتر. يعني حاجة عظيمة جدا من نجم رائع جدا جدا جدا. انت بتتكلم على اسطورة بمعنى الكلمة، انت بتتكلم على واحد الحقيقة يعني مقدم نموذج رياضي مصري، وانت عندك محترفين. على فكرة محمد صلاح ادى امل دلوقتي ان واحد زي عمر مرموش بيجي له عروض وبيرفض عروض وهو في الدوري الالماني وهو عنده 23 سنه. ده نموذج اقتضى بمحمد صلاح، وفي لعيبه كتير جدا بتحاول تقتضي بمحمد صلاح. محمد صلاح قدوه حقيقيه لكل اللعيبه والشباب العربيين، سواء في لعبه كره القدم او في اي لعبه تانية. العرب كلهم يفخروا بهذا اللاعب الحقيقه. يعني انت بتتكلم على نموذج اشتغل على نفسه، طور من نفسه، نموذج عالمي بمعنى الكلمه. مش بتقول عالمي بقى اللي هو يعني لعب كام سنه بره، ولا عالمي احترف في نادي عادي او احترف وما خدش بطولات. لا ده راجل خد التشامبيونز ليج وخد كل الالقاب الفرديه اللي ممكن لاعب في اوروبا ياخدها الحقيقه. يعني نموذج هايل جدا جدا جدا.